أكد البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى استمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.